عن العراق. العراق تربينا بيه، تعلمنا وتعايشنا. قتلة قتلة 4 سنين تنحب على مذبح الصلاة وتنذبح بيا دين بيا عرف بيا قانون. لكن بعد 2003 واحتلال الأمريكان للعراق اختلف الوضع وبدأت معاناتنا كمسيحيين في الموصل. فهم كان بيها أنه المسيحيين كانوا مضطهدين، يعني أكو عوائل أسلمت وخلت يعني خلت المسيحي يفقد الثقة بالأرض. كل الأوضاع أمن، نريد نرجع إلى أماكننا. أنا أنام بالحديقة أنا وولادي، إلى متى أفضل هالشكل؟ أتمنى يعني يرجعونا بيتنا ويرجعونا كنائسنا ومدارسنا. هيك مثل حلم، هيك يعني نقعد الصبح نشوف هيك حلم يقول راح ترجعون. وصلنا 2006 الكاهن المعاي بالكنيسة اختطفونه وقطعوا رأسه وزتونه بالشارع. 3 مرات 4 اوفوا الأبرياء، اوفوا الأبرياء، بدكم شيء تعالوا وياي. أول ما قتلوه إليه